السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي ندخل الاوبن ستريت ماب جوه الريفت من خلال الداينامو. فثلاث حاجات جمال يعني الواحد بيحبهم. خلينا نخش على الداينامو. وابدا اكتب كود صغير يبدا ياخد لي الخريطة الاو اس ام. اقول له نيو. طيب انا دلوقتي اول حاجه اعملها ان انا هظبط الجيومتري سكيلينج، اخليها اكسترا لارج واقول له ابلاي تشينج. وبعد كده انا محتاج باكج معينه، هقول له او اس ام. هي الباكج اسمها اي ال كي بس انا هقول له او اس ام. هيطلع لي ديت، هقول له اعمل لها انستول فيبدا يسطبها لي، تظهر عندها هي. طيب بعد كده هاجي هنا في الاو اس ام، هقول له انا عايز اللوكيشن وعايز الاوبن ستريت ماب داتا. طيب انا محتاج برضو ادي له فايل داتا، فايل باص اهو، هقول له فايل اهوت والاو اس ام اهوت والفايل اهو. طيب انا محتاج برضو ان انا اقول له الفيوتشر تايب، انا عايزها بيلدينج. هقول له كود وهقول له دي اعتبرها بيلدينج. وانا عايز كله فهقول له النجمه وابدا اوصل ده بده والسب تايب هوصل ده. هو مش هيشتغل دلوقتي لان انا لسه ما اديتهوش الملف اللي هو الاو اس ام. فخلينا نيجي هنا وخلينا نعمل زوم على مدينة بنغازي مثلا، تمام، واقول له اكسبورت واقول له اكسبورت فيبدا يسيف لي الملف او مسافه ماب 3. طيب هقول له هنا براوس واقول له انا عايز هنا ماب 3. اوكي فيبدأ يحول لي الخريطة للخطوط بحيث انها هتظهر معايا بالشكل دوت. تمام عايزين بس ايه تبقى معايا بشكل اقوى زي ما نشوف مع بعض. الخريطة هي دخلت هي، عايزين بقى نحول الاجزاء ديت لخرايط. طبعا كل ما بكون الداتا اخطر او اقوى كل ما يكون الحاجة افضل، يعني اللي هو معمول فعلا المباني كلها اشكال مستطيلة او يعني مدخلينها في قلب الخريطة، يعني تقدر تقول له اديت وتبدأ تدخل كل قطاع كل ما بتبقى المعلومات ادق. تمام انا مش داخل بحسابي هنا ف تمام. لما تقول له اديت بيبدأ يديك ان انت تعدل على الخريطة. تمام اوكي تقدر تضيف ان انت مثلا تشتغل كلاين او تضيف بوينت او تضيف اريا، الاريا دي الخاصه بالمباني. المهم يعني اتكلمنا عنها بالتفصيل قبل كده في الدروس قبل كده، فخلينا نشوف ازاي هندخلها في برنامج الريفت. احنا كده دخلناها كنقاط. بعد كده هقول له ان انا عايز اضيف بوليجون باي بوينت اللي هي ديت اهي. وبعد كده هضيف ليست فاترين بالشكل دوت. وبعد كده الكيرف اكسترود اكسترود از سوليد
تحيات. Perfect truth as solid. هديله الكيرف دوت. تمام، هو عايز بقى الدايركشن والديستنس. تمام، فالدايركشن هقول له فيكتور زد، هقول له خلاف الزد. زد اكس اللي هي دي، ده بالنسبة لي الدايركشن. وبعد كده هديله الديستنس بتاعي. ناقص الديستنس كود. كود بلوك، واقول له ان انا عايزه مثلا من 10,000 مثلا، ونقطتين يبقى مثلا لحد 40,000 مثلا. تمام، الرقم كبير شوية فخلينا نقلله من 1000 مثلا ل 4000. طيب بعد كده ممكن اعمل له اكسبورت ريسيت. هقول له هنا انا عايز اكسبورت تو سيت اهيت. تمام، بيقول لي اديني الفايل باس اللي انت عايزه واليونت اللي انت هتشتغل عليها. فهقول له خد الجيومتري اهيت. تمام، اليونت لسه هديله بقى الفايل باس، المسار اللي هيصدر ليه. هو بياخد وقت عشان كمية معلومات كبيرة، بينتظر مني اديله الفايل باس اهوت. تمام، او خليني اخد الماب المسار ده كده واقول له خد الكود اهوت او المسار. او زي ما انت شايف عمل الحاجات اهي مقسمة 3D. في مشاكل ممكن تكون عشان بس في اشكال غير مغلقة. ممكن تقول له انا عايزها مثلا بالمليمتر بالمتر زي ما انت عايز. طب بيعمل معالجة اللي معلومات كتيرة جدا. طيب خليني اجي هنا. تمام، واقول له انا عايز اغير الملف دوت براوس، وانا اخد مثلا دوت واقول له اوكي. تمام، هيبدأ يتعامل مع المعلومات اللي جاية جديدة. تمام، ان شاء الله هحط لكم الملف دوت اسفل شرح الفيديو، بحيث لو حد عايز يتعلم فيه ويتطور فيه وهكذا.
والافضل ان انت تعمله بايديك عشان تتعلمه اكتر وتتقنه اكتر، تمام؟ زي ما انت شايف، مجرد ان انت هتغير الملف، تمام، هيغير له كل الداتا اللي موجوده، وده الملف اللي احنا صدرناه، ده الملف اللي احنا صدرناه. تقدر بقى الملف السيف ده تقدر تاخده تطبعه 3D، تعمل اللي انت عايزه بقى معاك زي ما انت عايز. لاحظ ان الحاجات اختلفت تماما بمجرد ما غيرت له الملف اللي هو هيتعامل معاه.